بالنسبه للاثمنه ديال الدجاجه دابا مرتفعه، بالنسبه للدجاج راه دابا 380، هاد اليوم كان 460 420 على حسب الغلاء. الغلاء على حسب العلف، العلف غالي، البترول غالي، ليسانس، المازوت، كل شيء غالي. ايوا المسكين دابا تيتقهر تيطيح في الروج ب 50 درهم، عنده 100 درهم فيها الخضره وفيها الدجاج، اش بيه يصور؟ مازال ما بيصور والو، هادشي اللي كاين. ايوا تنتمناو المسؤولين يجيو نهضر في هادشي. حنا المعيشه ديال المسكين هو الدجاج، اللحوم البيضاء هي دابا اللي كاينه، ولكن راه كل شيء غالي. بيمشي الاسماك، السمك تاعها غاليه، اللحوم الحمراء غاليه، ايوا راه كل شيء غالي. بالنسبه للدجاج 380 اليوم، والوقيته اللي كنا تنبيعوا فيها 200 كيلو 300 150 دابا قد يرجعات تتبيع 100 كيلو. كيفاش تصور فيها؟ تخلص بها الماء، وتخلص بها الضوء، وتخلص بها الكرا، بدي بها الوليدات، ما كيما داكشي اللي كان ما بقاش. دابا من دابا تقريبا 50 هادي قد يرجع اللور، 5 سنين بالحساب قد يرجع اللور. حتى نتمنوا اليوم غدا تصاوب، غدا تصاوب، ولكن ما كاين شيء. الدجاج اخيرا 13 درهم 14 درهم مزيانه، لا الوكال ولا المربي ولا كلشي. اما دابا راه غلا، دابا عندك الفرح بدي ثلاثه الفراج راه بيطلعوا لك 150 درهم، 50 درهم للفروج. القضيه غاليه بزاف، والله يحسن العوال الجميع، ماشي نقولوا حنا راسو كلشي احسن للجميع. وحنا دابا عايشين مع المسكين، حنا مساكين عايشين مع المسكين. المسكين راه مضرور، اقبال قل نقص شويه. دابا الشهر تخدم فيه 5 ايام 6 ايام في الشهر، تيتخلص الانسان النهار الاول في الشهر، النهار الثاني نهار 5 ايام 10 ايام تيحبس. بلا تيتسنى بقى 20 يوم ديال الشهر باش تقاداش باش اش بيصور، ما غادي يصور والو. دابا الحركه تكون خدامه اول في الشهر، طلع 10 ايام في الشهر صافي تتحبس القضيه. حنا تنتمناو ينقص الكوادي تزاد، ولكن الغلا جاي من الفوق، راه بدا من اي حاجه من الفوق. اول حاجه هو البترون، البترون راه غالي، وكل كل العجله كل دار على البترون. لا تنقص البترون كلشي غادي تنقص. دابا الباقي تنقل باش تنقل من الكوري للكوري خصك 700 درهم 800 درهم، هذه ديال المازوت. ثانيا هي الانسان اللي بغى يتقدى واحد البركه، بيجيب واحد نص طون كاع ولا طون بيطلع ليه بالثمن، شحال بيصور فيه؟ كذلك مول الحانوت، مول الحانوت تحط 100 كيلو اش بيصور فيها؟ انت تقول السيد 20 درهم دجاج، يقول لك لا لا بزاف، تحيد لي كاع درهم 380 ولا انت ضعتي فيها العار باش يقبل منك هذيك السومه يتقدى من عندك. هذا الشيء اللي كاين، والله نطلبوا من الله، الله يغيثنا، هذا الشيء اللي كاين، الله يغيثنا غيث النافعين. كل شيء على المطر، لما كان المطر ما كاين والو.